فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة عديدة تدور حول أن بعض الدعاة يزهد في تعلم التوحيد ويقول يكفي أن تتعلمه في 10 دقائق فقط، وأن الأعراب كانوا يأتون فيتعلمون ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أو أقل من يوم، فكيف يجاب عنه؟ يا سبحان الله، الرسول من بعثه الله إلى أن توفي وهو يعلم التوحيد، ما علمه ب5 دقائق، علمه من بعثته إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام. والقرآن لا يكاد سورة تخلو من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك لنزوله في مدة 23 سنة. لو كان الناس، وين هو اللي بيتعلم التوحيد ب5 دقائق؟ أجل يتعلم النحو ب5 دقائق والتفسير ب5، وبربع نصف ساعة يطلع متبحراً في العلوم. هذا منه ذا. العلماء صابروا طلب العلم من سن التمييز إلى أن توفوا، ولم يحيطوا بكثير من العلم، فاتهم شيء كثير. هذا وهذا بيتعلم 5 دقائق، ما شاء الله. لكن هذا قصده التزهيد في التوحيد، هذا هو قصده، قصده التنفير من عقيدة التوحيد وتعليمها وبيانها للناس. نعم.